لو الحكاية فيها إن فيديو. مرحب بحضراتكم في ختام أعمال استقبال النواب الجدد في فصل التشريع الثاني. على مدار 6 أيام أو 7 أيام استقبلنا السادة النواب هنا في مقر البرلمان في البلد الفرعوني على خطة موزعة على 6 أيام استقبلنا فيها السادة النواب واقع 100 تقريبا كل يوم. الحمد لله يعني كنت حضراتكم منورينا. عاوز اتكلم في شوية ارقام. احنا نورنا بالحضور على مدار الفترة اللي احنا قلناها 540 نائب من مصر 564 بنسبة 96% من السادة النواب استلموا بطاقات العضوية. 4% المتبقيين حالة بعض ظروف السفر او خلافه ما يحضروا في المجلس مفيش اي مشكلة. احنا طبعا هننتظرهم وهنستقبلهم في الوقت اللي هم منوروا فيه المجلس. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا 3 حالات وفيات، 2 فردي وواحد قايمة، وعندنا دايرة مؤجلة. الحمد لله يعني العمل كان منتظم كان معقول جدا يعني انا كل حاجة كانت تحت بصركم. عاوز اتقدم بالشكر الجزيل للصحافة والإعلام على التغطية المستمرة اللي حصلت معانا اللي ادت للموضوع زخم ورونا فيها. طبعا مش عاوز حد يشتغل لوحده، انا ما اقدرش اقول يعني غير ان انا ما كانش في حاجة ممكن تتم لولا تكامل المؤسسة اللي انا شغال فيها. شغال في مؤسسة عامة، مؤسسة محترمة لها تاريخ، القطاعات كلها تكملت مع بعض. مش عاوز انسى حد، بس عاوز اشكر الناس اللي بتشكروا يعني الشرح مدى الاهلية الامين العام، قطاعات المجلس المختلفة، قطاع مكتب رئيس المجلس، قطاع الاداري، قطاع مركز المعلومات، الصحافة والاعلام، المراسم والعلاقات العامة، المكتب الفني، الناس كلها الحقيقة كانت شغالة في منظومة يعني الحمد لله يعني اتمنى ان احنا نكون انجزنا مهمتنا اقل قدر ممكن من الضوضاء يعني. التباعد كان مرعب، الاجراءات الاحترازية كانت موجودة، النواب كان الجو كويس، تعرفوا على بعض وعرفوا المجلس. ان شاء الله يبقى فيه مزيد من دورات التعريفية والمعلومات.